هو استقبال، هو بعد ما نقولوا استقبال كيفاش تاع الدوله وكيفاش تعاملت بركان والسي حكيم، كيفاش تعاملوا باش نجحوا هذاك التصرف اللي ما مفهومش، تصرف سياسي داخل في كره القدم. الخريطه معلومه، مع الخريطه المغربيه فوق القميص ديال بركان ادى الى تصرف غير اخلاقي. ولكن كاين بزاف ديال المنتخبات والانديه عندهم في اللوغو ديالهم ديال النادي عندهم خريطه ديال بلادهم، ما عمر طرا هذا الشيء. اول خطره اللي طرا وتقدم القميص ديال نهضه بركان الى السلطات، الى السلطات القانونيه ديال الكاف، ودونك هذا الشيء كله غا زياده، هذا الشيء كله سياسه اللي منعها الفيفا. التدخل السياسي منعها الفيفا، منعها كليا يدخلوا باش يحبسوا مباراه.